أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كون. الله أكبر الله أكبر
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا ما يحب انسان بيقول العبيد حبوه واحنا بنحبك. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل عليه. ويضل الله الظالمين. جهنم يصلونها وبئس القرار. سلم يا رب سلم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا كل عباد.
صلي على النبي، صلي على النبي يكسب. انا اشرح صدره ان شاء الله. كل صلي على النبي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم بالصحة. ربنا ما يحرمك من صوتك يا رب. بس وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سلام الله يا عم سلام يا عم شيخ اللهم صل على النبي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. اللهم صل على النبي. السلام عليكم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صل على النبي. صل على النبي. يا سلام عليك يا مصطفى بيه اللي مفيش كده. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كمان مرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد طب المطر عند الرسول يا رب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا نعبد الأصنام. الله 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 يا معهد يا مصطفى دي والله يا معهد الله يعمل حاجة. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت ربنا ليقيموا الصلاة. مفيش حاجة يا عم حمزة هنا ولا حاجة أبدا يا شيخ نبقى عشان حمزة.
صلى على النبي. وادخل ابراهيم برضه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وحياه النبي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، ما احناش عشان الرصد والنبي عشان الصف. وحياه النبي وإذ قال إبراهيم تاني النبي عشان الصف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سلام عليك يا مصطفى ليا اللي مفيش كده. ربنا إني ربنا ليقيموا الصلاة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من
والله العظيم ده اداء موت، والله اداء موت يا شيخ مصطفى. ايه ده حرام عليك، والله العظيم كده انت بتموتنا، يعني الاداء ده عشان تموتنا انت. الله يا سيدنا، الله صل على النبي. الله الله الله. ربنا ليقيم الصلاه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا يا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. صل على النبي. الله يا عم الحاج. ايوه ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر
الصحة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم.